سحتان. وانت كمان سحتان. شو عم تاكل؟ وانت شو عم تاكل؟ لو بعرف ما سألتك. مش ضروري نعرف، المهم ناكل ونحافظ على نشاطنا حتى ما نضعف. اسمك رامز أمين؟ ما زلت تعرف اسمي، ليه عم تسأل؟ لأني بعرف رامز أمين شخصيا. رامز أمين مات على الجبهة، مات واندفن. أسماء بتتشابه. رامز أسعد أمين، اللي مات أبوه أسعد. اسم بي أسعد، لك هالصدفة. اللي مات أمه هيلانة. لا، واسم أمي هيلانة. هو أصغر منك على الأقل بعشرين سنة، هو بعده بأول عمره. شو اللي خلاك تحمل اسمه وشخصيته؟ شبعت؟ لا كمل أكلك، ما بتعرف أي ساعة عم نتحرك. مين ما كنت تكون اعتبرني خي لك، وأنا مستحيل أكون خيي. شو حلو هالفستان، قميشته كأنه حرير. بده يكون كتير غالي. يعني شو بدك الست كريمة تلبس؟ فستان من الخيش؟ حقيقتها ست طيبة تستاهل. بعد ما شفت شي، خليك عنياتك. لهلأ ما شفت منا ومن الباشا إلا الخير، بكفي إنه استقبلوني ببيتهم. استقبلوك مثل ما استقبلوني، عم نخدم وناكل لقمة الحلال بعرق جبيننا. أنا هون مثل ما خبرتك ناطرة بيي. هالشي ما بغير من وضعك، غلطة صغيرة بترميك الست برا. الباشا صديقه لبيي. شو اللي ضحكك؟ صديق الباشا باشا، آغا، أفندي، بيك مثلا. بده يكون بيي إنسان محترم حتى يعرفوه ويعرفون. اشتغلي اشتغلي، هش تحلمي، طينتك من طينتي. خفي ايدك شوي.